السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة على قناتي رسم آلاء الأرض. فيديو النهاردة عن كيفية رسم ساري هندي باللون الأحمر، سهل جدا خطوة بخطوة للمبتدئين. أدوات الرسم طبعا كالعادة قلم رصاص فيبر كاستل، ألوان خشب، ألوان فلوماستر، قلم كوركتر. يلا بينا نشوف خطوات الرسمة، واللي مشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد.